ماشي سفيان، راه الدراري كاملين كانوا رجال اليوم الحمد لله تبارك الله. كلمة الجمهور احسن جمهور في العالم، هادشي اللي غنقول. صلاح حسين، واش الاب ديالك فعلا ما تفرجش في المقابله؟ لا، الحاجه المره تفرج في المقابله ما قدرش يصبر. فالحاج كي غنقول لك فرحته هو لا يوصف مع سفيان ومع الرجاء حتى هو. الحمد لله والله يخلي لي. سمعنا شي خبر انه جا من تيران هنا على رجلي؟ لا ما جاش على رجلي. لا ما جاش. ديما راجع. كلمات ما كيخرجوش. فرحان بالماتش في الروح ديالك؟ الحمد لله. النهار السعيد. نعم صراحة. تقنا في نادي الرجاء الرياضي، تقنا في المكونات ديالنا، تقنا في المؤهلات ديالنا، تقنا في الطاقم التقني ديالنا، تيقن في اللاعبين الحمد لله. البطولة ما كانتش سهلة، فترة التوقف، الجائحة بطبيعة الحال في ظرف إكراهات مالية ورياضية وجسمانية واللي بينات على نادي الرجاء الرياضي، استطاع أن يواكب هذه الفترة هذه. الحمد لله الشكر لله، جد سعداء تحقيق اللقب اللي غاب على خزينة النادي منذ سنوات، وما كنا إلا نكون جد فخورين بالطاقم التقني والطبي والإداري إدارة نادي الرجاء الرياضي جميع أعضاء مجلس المدير. ما كنا إلا نكون جد فخورين وسعداء باللاعبين الرجاويين اللي حققوا هذا اللقب والإنجاز على منصة الأخضر. هنيئا لجمهور نادي الرجاء الرياضي، هذا اللقب منهم واليهم، والحمد لله والشكر لله، جد سعداء وفخورين بهذه الانجازات.